اهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد الى علوم الدار. لا تزال تبعات المنخفض الجوي مهيمنة على أجواء الدولة، إذ يشهد عدد من المناطق هطول أمطار رعدية تتراوح سعيد هذه الأمطار بين الغزيرة والمتوسطة. نعم صباح، بينما جرت الشعاب والأودية وامتلأت الأماكن المنخفضة والشوارع بمياه الأمطار التي صاحبتها رياح متوسطة الشدة وانخفاض في درجة الحرارة. نظرة شاملة على الأحداث في هذا التقرير. مختلف مناطق الدولة كانت على موعد مع أمطار الخير، فقد هطلت صباح اليوم أمطار غزيرة على إمارة أبوظبي، صاحبتها رياح تراوحت بين الشديدة والمتوسطة وانخفاض في درجة الحرارة، فيما يتوقع أن تستمر هذه الموجة الناجمة عن المنخفض الجوي فوق شبه الجزيرة العربية خلال اليومين القادمين. وكانت مناطق متفرقة من الإمارة قد شهدت الليلة الماضية سقوط أمطار رعدية تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، رافقتها رياح نشطة السرعة. إلى ذلك غمرت الأمطار مناطق متفرقة في مدينة العين وضواحيها، وتشكلت على أثرها سيول خفيفة في الأودية والشعاب، كما سقطت أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية على جزيرة دلما والغويفات والياسات وجزيرة صير بنياس والرويس. نجمت عن هذه الأمطار حوادث طفيفة في الغويفات والسلع ودلما، كما تضررت بعض المنازل في دلما وفي الرويس. وكانت وزارة التربية والتعليم قد وجهت المدارس الحكومية والخاصة بصرف الطلبة من الدوام صباح اليوم حفاظا على سلامة الطلبة واستجابة لتنويه المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل. في سياق متصل، قرر مجلس أبوظبي للتعليم تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة مركز تعليم الكبار والدراسة المنزلية للصفوف من السابع وحتى الحادي عشر إلى الرابع من ديسمبر. كذلك هطلت الأمطار في إمارة دبي، حيث أعلنت إدارة القرية العالمية إغلاق أبوابها اليوم الخميس، وذلك بعد إجراء المشاورات اللازمة مع كل من إدارة الدفاع المدني وشرطة دبي والمركز الوطني للأرصاد الجوية. كما حظيت إمارة الشارقة والمناطق الشمالية من الدولة بأمطار غزيرة. وقد دعت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي الجمهور إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول. جعلها الله سقيا خير ورحمة وعم بنفعها البلاد والعباد.